المنتخب المغربي أسود الأطلس بيفتتح مشواره في مونديال قطر بالتعادل السلبي أمام المنتخب الكرواتي. في بداية الأمر عاوز أوجه كلمتين مهمين جدا للمغاربة. أي نعم كنا نتمنى فوز المنتخب المغربي النهاردة، ولكن أيضا التعادل في بداية المشوار ليس بالشيء السيء للغاية، بل شيء جيد نسبيا. النهاردة وليد الركراكي بدأ المباراة بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أجرد، غانم سايس، عز الدين أناحي، سفيان إمرابط، سليم أملاح في نص الملعب، وفي الأمام في الخط الهجومي الثلاثي زياش، النصيري، بوفال. في الشوط الأول أنت قادر تضغط على المنتخب الكرواتي وقافل عليه مفاتيح اللعب، خاصة أهم مفتاح عند الكرواتيين ألا وهو لوكا مودريتش، عزلته تماما 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 بالضغط عليه بأكتر من لاعب، خاصة من سفيان إمرابط وكذلك سليم أملاح. الشوط الأول كرواتيا في الشق الهجومي ما جاتش تسديدة واحدة خارج المرمى، والتسديدة دي نتيجة تمريرة خاطئة من سليم أملاح. فبالتالي انت في الشوط الأول كنت عارف تجاري رتم المباراة وعارف تسيطر وتفرض أسلوبك على اللقاء. الشوط الثاني سبت الكرة معظم الوقت لمنتخب كرواتيا، وحدثت بعض التغييرات زي نزول يحيى عطية الله مكان مزراوي اللي بنتمنى له كل السلامة وإن شاء الله يكون جاهز لمباراة بلجيكا. مزراوي اتصاب ونزل مكانه عطية الله. في الدقيقة 65 طلعت بوفال ونزلت الزلزولي، وفي الدقيقة 81 عملت آخر تغييرين في المباراة، نزلت حمد الله وعبد الحميد صابري وطلعت أناحي ويوسف النصيري. زي ما قلت لكم في لعيبة لازم نشيد بيها زي أشرف حكيمي اللي عمل مباراة فوق الممتازة فوق الممتازة النهاردة، أيضا ثنائي نايف أجرد وغانم سايس عملوا مباراة كبيرة، وكذلك حكيم زياش بعض الوقت، لكن زياش عنده أفضل من كده بكتير وإن شاء الله يظهروا أمام بلجيكا وكندا. أما اللاعب اللي عليه مليون علامة استفهام النهاردة سليم أملاح، لكن ليه عذره اللي هو لسه راجع من الإصابة، لكن عز الدين أناحي كل المغاربة كانوا بينتظروا منك أفضل من كده وإنت خذلتهم تماما في المباراة كاملة، يا عز الدين يا أناحي.